كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. ندونا استجبنا للدعوة، حبينا نشاركوا وكنا بواجب تظل معنا تفاعل كبيرة حضور كبير. صباح ما شاء الله، صباح الصباح كان تفاعل أكثر من هيك، في بالي توقيت الدكتور الناس روح ترتاح. الواحد من الصباح خدمنا ما شاء الله ديفكتيف موجود، الشعب كله استجاب كما كنا للدعوة، وإحنا من الأوائل القدر في ذلك، وإن شاء الله تتمنوا التدري هذه وتفاعل على السلام. ما رسكوهاش ولي عادة شهرية ولا عادة أسبوعية، إن شاء الله الطريقة هذه فهمتيش ولا أنا نهنو جمع جهات بالبلديات، وإذا ما قدمتش البلديات كما تعرف البلاد ما تكون دي مع البلديات، تصلحوا البلديات تتصلح البلاد. معناها نحب نشكر الشباب كله التجربة اليوم اللي قام بعملية حلوة برشا، هي معناها نقولوا عملية نظافة، لكن شفنا معناها هي عملية تزيين، تزيين البلاد، تزيين كحنا في هنا في عم السوق، لكن توا قالوا لي اليوم مشاو خدموا في برشا حوم مخرين، شفت زادة في بدون زادة نظفوا برشا مناطق، تحس الدنيا زيادت، تحس حاجة نظيفة، وهذه معناها تبارك الله عليهم، معناها الفضل ليهم هما وكلهم متطوعين، والناس اللي عطاتهم الدين والماتريال كله متطوعين، واحنا
كما قلت لهم انا ولد الجزيره دابور، مي كوزير السياحه نحب فريمون نشجعهم وندعمهم ونساندهم في العمليات كل اللي تعملوا اليوم، مي سورتو اللي مازال باش تعمل في المستقبل، واحنا نكونوا مساندين معاهم وان شاء الله فريمون نتمنى لهم النجاح.